أهلا مشاهدينا، ننتقل مباشرة إلى أمام المحكمة العسكرية مع الزميل حسان الرفاعي وتفاصيل أكثر عن استجواب وتوقيف المخرج اللبناني الفرنسي زياد دويري. تفضل حسان. نعم كلارا، بالفعل نحن موجودون أمام المحكمة العسكرية في بيروت، حيث حضر صباح اليوم المخرج اللبناني زياد دويري، وقد خرج منذ دقائق. لن أطيل عليكم، محامي زياد موجود بالقرب منا لإطلاعنا على التفاصيل. أنا بحب بس طمن عائلة زياد وأصدقاء زياد ومحبي زياد وجمهور زياد أنه بعد 3 ساعات بالمحكمة العسكرية خرج زياد بإخلى سبيل ولم يتهم بأي شيء، والكان مسؤول عن الملف هو الرئيس صقر صقر يلي هو قاضي نزيه وعندنا ثقة كبيرة فيه وهو عالم في القانون. كل هالقصة همروجة كبيرة ما كان إلا طعمة، وراها بعض الأشخاص المغردين يلي هن على فئتين. في فئة أولى يلي هن بيغاروا من زياد ومن نجاحاته العالمية، وفي الفئة الثانية يلي هي عندها دوافع سياسية بإفراغ لبنان من طاقاته الحية. هيدا كل شيء بدنا نقوله. زياد رجع بيته هلا، رح يمرق يعطي تصريح كمان، بس القصة خلصت هون وخلصت نهائيا. استاذ يعني زياد امبارح لما سأل أنا على أي أساس عم تطلب مني أجي على المحكمة العسكرية ما إجا جواب، جوا شو كان الجواب؟ هل فعلا هناك قضية تحركت ضده بحزيران؟ لا، هني نسب إليه على أساس المادة 285 من قانون العقوبات أنه زار فلسطين المحتلة دون الموافقة الصريحة للسلطات اللبنانية. بالواقع زياد كان موجه كتاب للسلطات اللبنانية بيقول لهم فيها أنا عندي فيلم بدي صوره على أرض الواقع، لأنه الفيلم اللي عمله الفيلم اللي هو للقضية الفلسطينية وضد الاحتلال الإسرائيلي، وما كان بينجح هالفيلم إلا إذا تصور على أرض الواقع. والأحداث صارت سنة 2012، يعني لو ما كان في تحريك اليوم من الجهات المغرضة اللي حكيت لكم عنها كانت تحركت القصة بال2012 وقت اللي زياد ماتر لما ماتر والفيلم تبعه بال2012 مرق على السانسور بلبنان وقتها. ماتر بس سؤال سريعا، اليوم لما تقول وجه كتاب صريح للسلطات اللبنانية، لمين وجه؟ لمين وجه كتاب؟ لوزارة الدفاع. بس اليوم مادة النص بتقول انه بحاجة موافقة مجلس الوزراء للدخول، هو ما نال هاي الموافقة ودخل. صح، هو راح بناء لطلب الإخراج، يعني الإخراج هو فرنسي. بس زياد لبناني. زياد لبناني صح. هل بتربط يعني هيدي الجلسة بفوزه بجائزة بفينيز مؤخرا؟ أكيد، ما هيدا قلت لكم، في وراها مغرضين، في الأشخاص اللي عندهم حقد شخصي على وغيرة، ما رح حتى ما أقول حقد، عندهم غيرة من زياد بسبب نجاحاته العالمية، وفي فئة تانية بدها تفرغ هالبلد باللي باقي منه من الطاقات الحية. سؤال يعني زياد من وقتها لهلا فات وظهر على لبنان أكثر من مرة. طبعا بس القصة صارت لأنه بكرة عندنا الأفان بريمير تبع ال يعني مين حرك؟ أي متى تحرك؟ مين الجهات؟ في حدا عم أقول لك جاوبت على السؤال، ما بدنا ما راح يعني حضرتك جاوبت جاوبتك على السؤال. شهر حزيران تم تحريك هذا الموضوع. جاوبت على السؤال خلص. ماتر هل لا جاوبت على السؤال، بيعرفوا حالهم، انتم الصحفية بتعرفوا. ماتر سؤال اخير، هل يبرر الفن دخول الكيان الصهيوني؟ ليك حضرت الفيلم انت اللي عمله 2012؟ حضر الفيلم عمله بال2012 وبعدين طرح علي السؤال. بغض النظر عن الرسالة، بغض النظر عن الرسالة، اليوم في خرق للقانون. الفيلم اللي انعمل هو ضد الاسرائيليين ومع القضية الفلسطينية. ماتر بس وهذا بعتقد نضال كل لبناني وطني. بالقانون لبنان هل يسمح للبناني معه باسبور فرنسي أو أمريكاني يدخل الأراضي الفلسطينية المحتلة؟ لك هلا عم نفوت بتفاصيل قانونية كثيرة كنا بحثناها أمام المحكمة. أوكي. اليوم أنا أعطيتكم تصريح، أعطيتكم شو صار، وقلت لكم شو الأسباب والدوافع يلي أدت إنه يتبهدل زياد اليوم اللي بهدله، بس زياد طلع منتصر من المحكمة العسكرية. لأنه بلبنان بعد عنا قضاء وبعد عنا قضاة نزهين وقضاة بيفهموا قانون، ولأنه عنا قانون بلبنان. وشكرا.
نعم كلارا، إذا هذه هي نتيجة دخول زياد دويري إلى التحقيق اليوم. خرج زياد، استرد جوازات سفره، وسيحضر بعد قليل للإدلاء بتصريح لوسائل الإعلام. كلارا؟ نعم طبعا حسان، سنكون معك بعد قليل في نقل مباشر لكلمة زياد دويري عند خروجه. شكرا لك الزميل حسان الرفاعي، كنت معنا مباشرة من أمام المحكمة العسكرية. مشاهدينا ابقوا معنا، إلى اللقاء.